في ذلك إلى ذلك حرصت الأسر البحرينية على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في العيد، فاقتصرت تجمعها على أفراد الأسرة الواحدة ممن يقطنون في نفس المنزل، مع إطفاء أجواء البهجة والسرور إحياء لهذه الشعيرة المباركة لما لها من أثر في إسعاد الأطفال وإدخال الفرحة إلى نفوسهم. سعادة غامرة وفرحة كبيرة ظهرت على محيا أطفال البحرين تزامنا مع حلول عيد الفطر السعيد، فلبسوا أجمل ما لديهم احتفاء بهذه الأيام المباركة. فبالرغم من اقتصار جمعتهم على أفراد الأسرة، إلا أنهم يعيشون تفاصيل هذه الأيام بأسلوبهم الخاص، خصوصا وأن وجود الجدة في المنزل لدى بعض الأسر قد منح هذا العيد نكهة خاصة. قدوع العيد حسوات العودة من القدوع والشاي والقهوة، يعني هاي ما ينقطع من البيت، والحمد لله يعني ولله الحمد، الله يعود علينا إن شاء الله وبلغنا خير إن شاء الله بشهر رمضان المبارك، والحمد لله عيادنا على خير. أنا موجودة بين العيال يعني في نفس البيت، هذا إحنا ما حد يطلع منه إلا حق الضرورة يطلعون، وانا واليهول الصغار يعني احنا كلنا في البيت، يعني والله بلغنا ان شاء الله سنه وكل سنه ويبلغ جميع امه محمد المسلمين. احباب الله زينه البيوت ونورها، اصواتهم ضحكاتهم مصدر السعاده في الاسره، فهم يستقبلون العيد بابتسامه مشرقه وامل متجدد بان القادم سيكون افضل وستكون اعيادهم القادمه كما عهدوها في السنوات الماضيه، خصوصا وأن أباءهم وأمهاتهم قد صمموا لهم برامج مسلية لتكسر حاجز التباعد الاجتماعي في أيام العيد. قدسنا قاعدة معنا وعطتنا العيدية وإحنا مستنسين، ونصلنا في أهلنا الصبح كلمناهم فيديو كول وعيادنا عليهم وإحنا فاقدينهم، وما سويت كل شيء عشان تونسنا. أتمنى تروح الكورونا، احنا نذوركم انتو تذرونا وانا قاعد في البيت انا واخواني امي وابوي ويدتي وقاعدين ومستانسين، وايش نقول حق امي ويسوي لنا اياه. عيدكم مبارك. البيت لانه من سبب الفيروس، وامي ما قصرت لانه جابت لنا طاوله تلفزيون ونلعب بلاي ستيشن ووفرت لنا حلويات وهالاشياء فنقدر نلعب، بس ناقصنا اهلنا. هو العيد ممتع مع يكون مع جمعة الأهل، لكن ما حد يلنا ما نزور أحد، بس قاعدين نتواصل معهم في التلفون، وإحنا نحب قعدة الأهل، نحب نطلع نستانس، لكن الحين كورونا فما نقدر نطلع. خلو المجالس من روادها لم يسلب فرحة العيد، إلا أن الأطفال ما زالوا يستشعرون حلاوة العيد من خلال الأجواء الخاصة التي صممت لهم خصيصاً داخل منازلهم.